هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. معتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. دكتورة منار معنا؟ صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، طمنينا أخبار الجو إيه النهاردة؟ احنا طبعا الحمد لله عندنا استقرار تام في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، بالاضافه كمان اعتدال في سرعات الرياح على اغلب الانحاء، ويمكن ده بدوره هيؤدي لاحساسنا اكثر بالاستقرار في الاحوال الجويه. طقس مشمس خلال فتره النهار في معظم المحافظات، فده هيخلينا نحس بالاجواء المستقره الخارجيه اللطيفه فتره النهار بشكل كبير في معظم محافظات شمال البلاد، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى وشمال الصعيد. العظمى اليوم المتوقعه على القاهره الكبرى هتكون 23 درجه مئويه، وده يعتبر حول المعدلات او اقل من المعدل الطبيعي بحوالي درجه. اجواء نقدر نوصفها ان هي معتدله تماما على المحافظات الجنوبيه اللي هي جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار وتحديدا بيكون في فتره الظهيره، لكن فور غياب اشعه الشمس ودخولنا في فترات الليل طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره بشكل كبير، بيكون الانخفاض ده ملموس اكثر ومحسوس بيكون في فترات الليل المتاخر اللي هي ساعات الفجر وفتره الصباح الباكر، يمكن الاوقات دي اللي بنسجل فيها درجات الحراره الصغرى واللي بتوصل ل 14 درجه مئويه على القاهره الكبرى. خلينا ناكد ان المدن الجديده، الاماكن المفتوحه، الاماكن اللي فيها ظهير صحراوي بشكل كبير بتحس بالبروده اكتر والاجواء البارده في معظم محافظات الجمهوريه خلال فترات الليل، لان كمان الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا كتل هوائيه نسب الرطوبه فيها منخفضه، ده يخلينا نحس بمزيد من البروده ومزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره. الظاهره الجويه المؤثره معانا خلال اليوم او الايام المقبله هي الشبوره المائيه، وحتى كمان الشبوره المائيه الموجوده معانا شبوره مائيه مش هتاثر تماما على حركه المرور، وبتظهر طبعا على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه انخفاضات طفيفه في الرؤيه الافقيه، وبتبدا تتلاشى وتختفي مع سطوع اشعه الشمس. كمان حركه الملاحه البحريه على البحرين عادت طبيعتها بشكل كبير، البحرين اصبحوا معتدلين ومؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، نقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير، لكن لازم نخلي بالنا من البروده ولازم خلاص نرتدي الملابس الشتويه على مدار يا دوبك بالظبط، وخاصه كمان لو احنا بنخرج فتره الصباح الباكر او بنرجع من اشغالنا فترات الليل المتاخر لازم يكون معانا جاكيت ونرتدي الملابس الشتويه، وما زلنا في فصل الخريف فمهم جدا المتابعه اليوميه للنشرات الجويه، لان الخريف دايما بيحصل فيه تغيرات سريعه في حاله الطقس من يوم للتاني. طب بالنسبه لفرص الامطار يا دكتوره منار؟ هي طبعا فرص الامطار مش موجوده معانا بشكل كبير اليوم وغدا، يعني ما في تلاشي فرص الامطار في معظم محافظات الجمهوريه لان الاجواء مشمسه بشكل كبير الحمد لله، ويمكن حتى مطلع الاسبوع اللي جاي هيكون في استقرار في الاحوال الجويه. نشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات، وهنبدأ من القاهرة. درجة الحرارة العظمى فيها 23 والصغرى 16 والعاصمة الإدارية 24-15، الإسكندرية 23-15 والعلمين الجديدة 22-13، مطروح 24-13 ودمياط 21-16، بورسعيد 22-17 والإسماعيلية 24-15، أما في السويس 23-15 وفي العريش 22-14، كاترين العظمى فيها 17 والصغرى 7 وطابة 22-15، حلايب 26-22 وشلاتين 28-20، شرم الشيخ 27-17 والغردقة 27-16، في الفيوم العظمى 23 والصغرى 12، في بني سويف 23-12 أيضا، في الوادي الجديد 26-11 وفي أسيوط 24-11، سوهاج 25-13 وإنا 26-13، الأقصر 27-14 وأسوان 28 والصغرى فيها 15،
وبكده خلصت نشرتنا الجويه المفصله. عوده مره تانية دلوقتي لمصطفى وجمانه ومتابعه فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هلا. شكرا.